والآن مشاهدينا الكرام ننتقل لبث مباشر لكاميرا أكسترا نيوز لمتابعة الاستعدادات لاستقبال المواطنين في المحافظات مع بدء فتح باب للترخيص تراخيص البناء وفق المنظومة الجديدة في 27 مركز ومدينة بالمحافظات. بينضم إلينا الآن مراسل أكسترا نيوز مرنا عادل بتنضم إلينا من الجيزة وكريم رجب بينضم إلينا من القاهرة. طبعا برحب بكم معي في هذه الحلقة وأبدأ من مرنا عادل من الجيزة. مرنا، إزاي ممكن توصف لنا الوضع عندك واستعدادات المراكز وأيضا وجود المواطنين أو الإقبال؟ اهلا بك ايمان، اهلا بكل مشاهدي شاشه اكسترا نيوز. بالفعل تستأنف اليوم مختلف المنشآت الحكوميه العمل بعد اجازه عيد شم النسيم وعيد القيامه المجيد وعيد العمال وكذلك عيد تحرير سيناء. كل عام وكل المشاهدين بكل خير وصحه. لو نتحدث اليوم سيتم التشغيل التجريبي لمنظومه استخراج تصاريح وتراخيص البناء في 27 مركز بمختلف محافظات الجمهوريه. هذا التشغيل التجريبي الذي سيستمر لما يقرب من شهرين لكي يتم التشغيل الفعلي في بداية يوليو المقبل. هذا القرار الذي جاء ليعدل القانون الذي كانت تعمل به مختلف المنشآت المصرية لأكثر من 13 عاما. هذا القانون رقم 119 والذي صدر عام 2008. هذا التعديل هو تقريبا بنسبة 10% في هذا القانون ليتناسب مع الشكل الحضاري الجديد لمصر وليقدم لها أفضل شكل وأفضل خدمة للمواطنين في إنشاء مبانيهم. نتحدث بداية عن هذا القرار. هذا القرار سيتم بالطبع بين التعاون بين جهات مختلفة، إن كانت يعني مكاتب المحافظة والمراكز التكنولوجية في المحافظة وأيضا ما بين الجامعات ونقابة المهندسين والكثير من الجهات ستتعاون لإخراج هذه التراخيص. سيكون هناك دور كبير للمراكز التكنولوجية وأيضا للجامعات في استخراج هذه التراخيص وفي تحديد جودة المباني التي سيتم بنائها وصلاحية هذه الأراضي وكل الاشتراطات الخاصة. وخلال الشهرين المدة التجريبية سيتم تدريب الموظفين في مختلف المراكز التكنولوجية والجامعات على هذه المنظومة الجديدة وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لمساعدة المواطنين واستخراج هذه التراخيص. المستندات المطلوبة لاستخراج هذه التراخيص تتمثل في الآتي: بداية مع الوثيقة التي يعني تضمن ملكية هذا المواطن لهذه الأرض، أيضا الرسومات الهندسية للمبنى الذي سيتم بنائه، أيضا البيان الخاص بالتخطيط لهذا البناء وأيضا تكلفة هذه الأعمال للبناء. نتحدث عن الاشتراطات الذي يضمنها هذا القرار. نتحدث عن أنه يتم البناء على مساحة 70% من المساحة الكلية للأرض الخاصة بهذه البناء والتي تقدم المواطن للحصول لترخيص البناء عليها، ولكن المساحات التي تقل عن 175 مترا يتم البناء على كل المساحة الكلية لهذه الأرض. وعن المساحة المستقطعة من هذه الأرض سيتم إنشاء فيها مساحات خضراء أو شوارع جانبية تسهل الحياة على المواطنين. أيضا أقصى ارتفاع سيكون ما بين 4 و5 و6 طوابق، أي نتحدث عن أن أقصى ارتفاع سيكون تقريبا 1.5 عن عرض الشارع، وأيضا سيكون عرض الواجهة لهذه الأرض لا يقل عن 8 أمتار، والمساحة الكلية للأرض التي سيتم البناء عليها لا تزيد عن 4200 متر. لو نتحدث أيضا أنه من أهم الاشتراطات التي يجب توافرها في هذه البنايات الجديدة والاستخراج التراخيص هو ضمان أن يكون هناك جراجات ومراكز وأماكن ليتم ركن السيارات بها، بحيث يكون لكل شقة يعني حصتها في هذه المواقف. إن كانت يعني الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر يكون لها الحق في الحصول على مكان لسيارة واحدة، و150 متر لها الحق على الحصول على مكان لسيارتين وهكذا. هذه الاشتراطات من أهم الاشتراطات للحصول على هذه التراخيص، ولأن تكون هذه التراخيص أيضا يعني قيد التفعيل يجب أيضا أن لا يتم طلاء الواجهات لهذه المباني بشكل عشوائي، ولكن هناك طلاء موحد يتم الاتفاق عليه حسب الطبيعة الجغرافية والطبيعة التاريخية لكل مدينة على حدة. جدير بالذكر أيضا أن هذه المنظومة هي
منظومة مميكنة ويتم العمل بها بشكل مميكن للغاية. التراخيص يتم استخراجها في مدة لا تزيد عن 3 أشهر وتستمر مدة لا تزيد عفوا عن شهر واحد وتستمر لمدة 3 سنوات ليتم لكي يكون هذا الترخيص بمثابة عقد ما بين الدولة وما بين المواطن ليتم ترخيص البناء يعني لمدة لا تزيد عن 3 سنوات. جدير بالذكر أيضا أنه يجب أن يكون هناك العديد من الاشتراطات كما ذكرت لكي تتم هذه المنظومة ويتم استخراج هذه التراخيص بالشكل المناسب. وبالكلمة تعود إليك مرة أخرى إيمان. أشكرك جزيل الشكر من عادل من الجيزة على كل المعلومات اللي قلتها لنا.